بهدف حماية الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة، عقد اجتماع في بيت جالة تم خلاله بحث سبل تغطية العائلات المسيحية غير المقتدرة بمظلة التأمين الصحي ليشمل كافة الفئات العمرية بين السكان. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. أقيم اجتماع في قاعة القديس كاسافاريوس التابعة لمدرسة البطركية اللاتينية في بيت جالة لمناقشة التأمين الصحي للعائلات والمؤسسات وكل من يعمل بالمؤسسات المسيحية، وذلك من قبل مؤسسة السبيل وشركة التأمين، ولتوضيح وشرح آلية التأمين الصحي. وهذا الاجتماع تم بحضور الكهنة من الكنائس والراهبات وعددا من أهالي المنطقة ومؤسسة السبيل وشركة التأمين، حيث دار النقاش والاستفسارات المتعددة والمداخلات وكيفية الحصول على هذا التأمين الصحي والفئة المستهدفة للعلاج من عمر يوم لغاية 85 عاما، والذي يعد الأول من نوعه في الأراضي المقدسة. وهذه المبادرة هي مبادرة أمل للشعب نفسه، وانطلاقا من احتياجات الفرد وحرصا على الوجود المسيحي في فلسطين. وقال غبطة البطريرك ميشيل صباح في كلمة له بأن هذا التأمين سيزيل هما كبيرا من الهموم الحياتية التي يحملها المسيحيون في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ودعا الجميع إلى تأمين أنفسهم حتى لا يبقى الفرد تحت قسوة الظروف وقسوة الإنسان نفسه، فلا يحتاج لمساعدة الآخرين، فبهذا يحافظ على كرامته. جاءت هذه المبادرة نتيجة عدة لقاءات عملها غبطة البطريرك ميشيل صباح مع الرعاية في المناطق المختلفة للاطلاع على الوضع، على وضع الناس، على همومهم، على المشاكل. طبعا عدة شغلات برزت وعدة مشاكل برزت، ومن أهم الأمور كانت الوضع الصحي بفلسطين، وبالتالي أخذنا على عاتقنا كمركز السبيل أنه نحاول نتابع هذا الموضوع بشراكة تامة مع الكنائس، وتم انتداب أشخاص من قبل الرعاية، مندوبين أكفاء ذو خبرة يساعدوا في هذا المجال. وإحنا هون هلأ توصلنا مع شركة لوضع تأمين صحي شامل للرعاية وللمؤسسات والقائمين والعاملين في المؤسسات. للنورسات مارلين الحدوى من قاعة القديس كاسافاريوس الأراضي المقدسة.